تشوفوا تاريخ بغداد للخطيب البغدادي وهو لم ينتسب لمدرسة أهل البيت ولا شيعي ولا رافضي، وكتابه موسوعي، يعني أسواق بغداد، شعراء بغداد، علماء بغداد، الأضرحة في بغداد كلها يذكرها. يقول: بنى المنصور مدينة الزوراء على عظام بني فاطمة، كان يرصفهم أحياء في المباني، كان يجلدهم على عيونهم فتسيل عيونهم، كان يذيب الرصاص بعيونهم، يأخذ العلوي يذيب الرصاص. متى كانت هالألوان من التعذيب في الدولة الإسلامية المباركة في عهد النبي صلى الله عليه وآله أو في عهد أمير المؤمنين؟ متى الإسلام كان يؤمن بسياسة الحرق وإذابة الرصاص؟ عندنا أحد السادة العلويين من آل رسول الله يدعى بالسيد الديباج، هذا أخذوه السيد، سدوا منافذ بدنه وأبقوا منفذا واحدا، كل منافذ البدن سدوها، أخذوا منفذ واحد من بدنه ونفخوه بالمنفاخ، انتفخ، ثم أمر به بمئة صوت، المئة صوت ما خلصت، تناثر لحمه ودمه. وكم وكم من الجرائم ارتكبها العباسيون والظلمة ومن قبلهم الأمويون